السلام عليكم متابعي قناة زي كردفان على اليوتيوب ومتابعي برنامج جبنة في جبنة في حلقة جديدة وضيف جديد ورحلة جديدة. بس قبل ما نبدأ وكالعادة عملوا سبسكرايب ولايك وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. ضيف الليلة كروان كردفاني، بغني شعبي وبغني حديث، حنخليه برضه هو يتحدث عن نفسه. ضيف الليلة الفنان الشاب الطيب محمد الطيب الشهير بالطيب سنار. حبابك ألف الطيب ونورتني في جبنة في جبنة. حبابك ألفين تسلم إن شاء الله. الطيب زي ما عرفنا أنه أنت بتغني شعبي في نفس الوقت بتغني غنى حديث، وكونك تقدر توفق ما بين الاثنين ديل يعني حاجة ما هينة. كيف استطعت أنك أنت توفق ما بين الغناء الشعبي وما بين الغناء الحديث؟ والله حقيقة فيها صعوبة، من الحديث بالأخص تغني شعبي فيها صعوبة، لكن كل شيء لو لقيت ناس قدامك بساندوك ما في شيء صعب. فأنا كنت بغني في سنار، أنا طبعا من سنار من محلية الدينر. طيب قبل ما نسترسل في السؤال أو في الإجابة، خلي المشاهد ياخذ خلفية عن الطيب سنار. طيب محمد الطيب من ولاية سنار محلية الدينر قرية بيضة غرب وريف الدمير. جيت للأبيض طالب للدراسة في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، اتخرجت الحمد لله وعملت فرقة هنا بتاعت غناء شعبي. أصلا كنت بغني حديث، لقيت الشعبي ده في الأبيض هنا، لقيته هنا هناك إلا بنسمع ساي محمد أحمد عوّة، لكن ما قاعدين نشتغل شعبي، فرق ما في. لقيت هنا في الأبيض عجبني المجال بتاع الشعبي واستمرت فيه، والحمد لله بقيت شغال فيه أكثر من الحديث. الحديث كمان لي كتابات الخاصة. خلينا نرجع لسؤالنا، إن أنت كيف قدرت توفق ما بين الغنى الحديث والغنى الشعبي؟ والله بعد مجهود بالمساندة من الأخوان والزملاء داخل الولاية هنا. الطيب أي فنان في بداياته بيكون عنده فنان بيغني له ماخذه غدوة متخذه كمثال، فانت مين كان غدوتك او مين كان مثالك او مين كان الشخص اللي انت تغنت له في بداية رحلتك ومشوارك؟ حقيقة انا اول اغنية احفظها للاستاذ الطيب مدثر. التحية للفنان الطيب مدثر من خلال برنامج جبنة في الجبن. التحية له كل الاساتذة. حفظت له اغنية الصورة صورة، بديت اغنيها، حسيت بان انا ممكن اغني، وصلت في المشوار. ممكن ناخذ مثال من الصورة صورة. لحياة اخترت غيرة، لحياة اخترت غيرة، فيها أحلام لو كلامنا، فيها حاجاتنا الصغيرة. كيف تغطي الصورة صورة، ردنا داك يا سيدي كله يبقى ماضي بالضرورة. دي حاجة جميلة، الأغنية جميلة. طيب مدثر فنان لا غبار عليه، فنان غني. طيب انت بتلاقي نفسك وين يا طيب، في الغناء الحديث ام الغناء الشعبي؟ في الغناء الشعبي طبعا، الغناء الشعبي لانه بيبقى شغل معي كتير اكتر من غناء الحديث. حقيقة هو ذاته غناء يعني الزول ما مل منه، ممكن 24 ساعة تسمع أغنية واحدة. هل لدى الطيب أعمال خاصة؟ كثير من الأعمال في مجال الغناء الشعبي، في مجال الغناء الشعبي، في مجال الغناء الحديث. عندي كثير من كلماتي والحاني، والوالد ذاته ربنا يديه الصحة والعافية كان بيساعدني بيكتب لي. يا سلام. طيب التأليف والتلحين وكل الحاجات دي بسم الله ما شاء الله انت جمعتها بينها، فحارجع اقول لك انت كيف قدرت توفق ما بين الكوكتيل الجميل، انت مؤلف وفي نفس الوقت بتلحن وبتأدي. اللحن بيجيك عبر الدندنة، تكون مدندن قاعد تدندن يمكن حاجة ما معروف هي رطانة بس ما معروفة، انت بس على اساس اللحن ده جاك اللحن
بعد ذلك ممكن انت تشوف واحدة من الاغاني اللي ممكن توافق مع اللحن ده وتمشي نحطها امام ملحنين كبار. يعني اسهل حاجة ممكن السيرة دي بس ممكن نلحن سيرة. ممكن نسمع حاجة من اعمالك الخاصة؟ نسمع جدا. هنسمع طبعا بنية سيمنارية. هلا نسمع كتابة الكلمات والحان. تعالي لي قريب طلق في ناري تعالي لي قريب ونزل معشوقك داير مرة شوقك ونزل معشوقك داير مرة شوقك حمت يا عيني بشوقك تعالي لي قريب لو حتى نظرة خفية تعالي لي سناريا طالقة في ناريا خلينا نبدأ تعارف باسم جد ما عارف خلينا نبدأ تعارف باسم جد ما عارف تكون بيناتنا حواجز تعالي لي قريب باسمك قول لي تعالي لي سناريا وانا قسم رفعي الكان ابوي ضراعي وانا قسم رفعي ساك ابوي ضراعي درب جاري وساعي تعالي لي يا قريب وجاي من بسرعي تعالي لي سناريا طالقة في ناريا لي سناريا تعالي لي يا قريب طالقة في ناريا 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 ليه سناريا طالقة في ناريا سناريا تعالي لي يا قريب طالقة في ناريا يا سلام. بنية سنارية جميلة. التحية من خلال جبنة في جبنة لكل بنات سنار ولأهل سنار الجميلين. وتحية لك طيب سنار. والله يا أخي امتحتنا. تحية لكم كمان لأسرة البرنامج. طيب بما أنه إحنا جبنا سيرة سنار فأنا عايز أعرف إذا كان طبيعة المنطقة بتأثر في اختياراتك للأغاني وللكلمات والألحان وكذا. بالتأكيد طبعا أظن كلمات ذاتها واضحة إني يعني الألفاظ اللي بتكون متداولة بيناتنا هنا فأنا كتبتها هنا لكن البيت من سنار معانا هنا طبعا قرأت معانا هنا. يا سلام. التحية لي يا ورد. التحية لي. طيب من بدايتك انت ذكرت انه يا اخي في الكثير ساعدوك وساندوك وقدموا لك الدعم حتى اللحظه. فمنو كان في ظهرك ومنو اللي قدم لك مساعدات ومنو اللي كان دعمك من البدايه حتى هذه اللحظه؟ في البدايه طبعا الوالد الله يديه الصحه والعافيه. ربنا يديه العافيه والتحيه موصوله لوالدك من خلال جبنه في جبنه وجميع اصحابه. يا سلام. كانوا ساندوني شديد
الحمد لله ما مشيت قدمت لزول خزني اللي هو ساعدني. تحية لهم جميعا وإن شاء الله دائما يفضلوا في ظهرك وساندينك وإنت كمان تفضل في ظهرهم وساندوا. وما داير أطول كثير ودارين قبل ما نختم نسمع لحن ثاني. هنديكم حبي يا حبي برضو من كلماتي والحانة نستمع. يا مرحبا يا حبيبي كرتو من الناس المنجو والاناناس كرتو من الناس المنجو والاناناس المنجو والاناناس الريد ما بيندا حبيبي حبي يا حبي دور في قلبي دور في قلبي هدية من ربي يا حبيبي بحب ليلتني بس من الليل بس من الليل الحسد والرزين يا حبيبي حبي يا حبي جوا في قلبي جوا في قلبي هدية من ربي يا حبيبي أريد من قلبي يشهد عليه ربي بحب من قلبي يعلم عليه ربي يعلم عليه ربي وماشي في دربي يا حبيبي حبي يا حبي جوا في قلبي جوا في قلبي حبيبي هدية من ربي يا حبيبي كلمات جميلة والحان أجمل وأداء روعة طيب أبدعته. سعيدة جدا والله إنك تضيف عندي في الحلقة وأمتعت المشاهدين كمان. ما قنعني منك بس رحلتنا مش عارفة تدعي للانتهاء. فقبل ما نخلص كلمة منك للشباب.
والله أول في البداية أنا أشكركم أنتم على الاستضافة الجميلة دي، وأتمنى تكونوا استمتعتوا أنتم في البداية، وأتمنى كل المشاهدين لقناة زي كردفان يكونوا استمتعوا بالحلقة دي، ولو استمتعتوا أطلبوني مرة تانية وأنا جاهز. إن شاء الله إن شاء الله وآخر مرة، وأكيد أكيد هتكون معنا في مساحات أخرى بإذن الله تعالى، وشاكرين لوجودك معنا. طيب الله يديك العافية. الله يخليك. شكر موصول لكل التيم العامل في هذه الحلقة، وكمان موصول لعازف الأورجن الأستاذ لمين شقة، ولكل الناس اللي شاركت في إنه يا أخي الحلقة تطلع بصورة جميلة. وبرضه هنرجع ونقول ما تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد لحد ما نتلاقى. خليكم طيبين، تحياتي براد عبدالله.